المهم هاد الأثناء هادي يعني واخا تعيات عبر عبرتي كيفاش تعبر. المهم السيد هذا الجار ديالنا مسكين الله عمرها سلعها يعني من ناحية لا الشخصية ولا من ناحية لا الإنسانية اللي كانت فيها يعني أحسن معاملة. مسكين عنده واحد المحل ديالي ديالي سنوات وقيلا شي 15 عام ولا 20 عام معروف هاد الحومة الحومة الحداد يعني معروف بأنه راسو مزيان الله عمرها سلعها ما عرفتي كيفاش فكروه يذبحوه ولا يقتلوه بهاد الطريقة هادي. ولكن الراجل بعدا مشى شاهد الحمد لله مشى صلى العشاء ديالو مسكين كيصلي ديما الصلوات ديالو في المسجد صلى العشاء ديالو وجا المحل ذبحوه كدا ما خبرنا حتى حاجة حنا مريحين قاسي كناكلو كدا ما عارفينش حتى ولادو ذبحوه شدو المحل ما عرفتش واش سرقوه ولا ما سرقوش. دابا جات الشرطة العلمية وكدا وخا جاو معطلين بزاف. المهم فهمتي يعني نتأسف أكبر حاجة هي ولادو مساكن يعني ولادو اللي عمرها سلعة ولا عائلته ولا أي حاجة يعني ولادو دابا مساكن. دابا علاش من الحق دابا هاد المسألة ولا فهمتش الحق هاد المسألة ما عرفتش يقول لك زول اعدم يعني دابا بحال دابا هذا اللي تكرف هذا ماشي خصو الاعدام هذا خصو كاملين بيوم يتشنقوا كاملين بيوم. المهم اقصى العقوبات ولا اي حاجه قليله في حقه. الله يرحمه مسكين عيل الله يرحمه مسكين تاسفنا له بزاف ان الجار ديالنا منذ سنوات لا عمر راسنا يعني ما يستاهلش مسكين يموت بهذه الطريقه هذه ولكن ما كاتب الله ولكن هادو خصهم ماشي يتعاقبوا شي حاجه اكثر من العقاب.